خلاص أيام قليلة بتفصلنا عن امتحانات الشهادة الثانوية، والحقيقة أنه في مجهود كبير جدا بيتعمل في المنصات الرقمية التعليمية لأنها بقت بتوفر للطالب أكبر قدر ممكن من المراجعات اللي ممكن تساعده في مذاكرة دروسه بشكل أفضل. خلينا نروح مع حضراتكم نشوف هذا التقرير عن أهم المنصات اللي ممكن يستفيد بيها أولادنا في المراجعات النهائية ونرجع على طول. الرقمنة والتكنولوجيا والأدوات المتطورة اللي طرقت على العملية التعليمية دلوقتي أصبحت ضرورة قوية في التعليم قبل الجامعي، وده بالفعل اللي عملته الدولة المصرية من كذا سنة. أنشأت ودشنت حزمة كبيرة من المنصات التعليمية على شبكة الإنترنت، شبكة تقنية رقمية موجود عليها المقررات الدراسية لكل صفوف مراحل التعليم المختلفة ابتدائي، إعدادي وثانوي. المنصات الرقمية التعليمية عبارة عن منظومة برمجية تفاعلية متكاملة متعددة المصادر على الإنترنت، بتقدم المقررات الدراسية والبرامج والأنشطة التربوية ومصادر التعلم في أي وقت وفي أي مكان. منظومة عبارة عن برامج تعليمية تفاعلية مصادرها متعددة، بتقدم مقررات الدراسة والبرامج التعليمية ونماذج للامتحانات، أبرزهم على سبيل المثال بنك المعرفة ومنصات رقمية تانية بتقدمها الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم لكل أبنائها في كل المراحل التعليمية. ويمكن من أبرز وأهم المنصات اللي لازم الطالب يكون حريص عليها اليومين دول مع قرب ميعاد امتحانات الثانوية العامة هي منصة البث المباشر للحصص الافتراضية اللي من خلالها يقدر الطالب يتواصل مع المعلمين والمدرسين عن طريق لقاءات مباشرة. يقدر يسألهم ويستفسر منهم عن أي حاجة واقفة معاه ومش فاهمها. يقدر كمان طالب الثانوية العامة يسمع شرح أي مادة من المواد خصوصاً خلال اليومين دول. ده كمان بتقدمه منصة حصص مصر اللي موجود عليها دروس تفاعلية بتقدم شرح سلس بطريقة ممتعة للطلاب، بالإضافة للأسئلة والتدريبات عن طريق نماذج امتحانات تدريبية وبنك تدريبات لكل مادة. وده من مصادر متعددة، ده غير المدرسين الخبراء أصحاب الكفاءة اللي بيقدموا المنهج التابع للوزارة بطريقة بتدعم نظام التقييم الجديد. اللي بيميز منصة حصص مصر إن كل محتواها من حيث الشرح خاضع لمتابعة قوية جداً من المركز القومي للمناهج، في حين بيتم مراجعة محتوى المنصة من حيث الأسئلة والامتحانات وأسلوبها من المركز القومي للامتحانات. كمان اللي بيميز المنصة دي إن عليها نماذج امتحانية للأسئلة، وبعد ما بيجاوب الطالب على كل امتحان بتظهر له النتيجة، وبتقوم المنصة بتعريف الطالب أي سؤال جاوب عليه بطريقة صحيحة وأي سؤال جاوب عنه بطريقة غلط، وبعد كده بيظهر له الإجابة الصحيحة اللي كان لازم يكتبها. كمان بنك المعرفة المصري عليه أغلب المواد بطريقة شيقة وتفاعلية، يقدر الطلاب برضو يوصلوا للأسئلة والاختبارات والإجابات بتاعتها من خلال المحتوى اللي موجود على منصة إدارة التعلم LMS عن طريق موقع بنك المعرفة المصري. على بنك المعرفة برضو مراجعات وتوجيهات شاملة لطلاب الثانوية العامة، توجيهات بتساعدهم على فهم المناهج بشكل أفضل وتحضيرهم بشكل متكامل للامتحانات في آخر السنة.